إذن للوقوف عند حرية الصحافة في العراق والتضييق على الحريات في البلاد ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أستاذ مصطفى مرحبا بكم، يعني في ضوء البيان الذي صدر في وقت سابق من قبل مثقفين وناشطين وحتى صحفيين، كيف يمكن تقييم حرية التعبير؟ هل هي مصانة في العراق أستاذ مصطفى؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. بدأنا أنا أسجل كثير من الاعتراضات على هذا البيان. هذا البيان وقعه عدد من الذين شاركوا في الدعوة لغزو احتلال العراق، وهم لا يشيرون إلى الفاعل الحقيقي الذي ينتهك حقوق التعبير أو حقوق الصحفيين والناشطين في التعبير وإبداء الرأي، وإنما يتحدث بلغة مقعرة وبائسة في الحقيقة، لا تؤشر الأخطاء الحقيقية أو الأسباب الحقيقية، وأولها وجود الاحتلال الأمريكي في العراق الذي أشاع الفوضى ولم يشع الحرية وحرية التعبير تحديدا. هذا من جهة. الجهة الأخرى، بالتأكيد لا توجد هناك حرية تعبير حقيقية في العراق. هناك سيطرة مطلقة للميليشيات الإرهابية، وهناك استخدام لسلاح القضاء الذي يسل سيفه على كل من يرغبون ضمن التصفيات السياسية. كل خطاب لا يروق للمؤسسات للميليشيات المتحكمة بالعراق تجري تصفيته أو التعامل معه بسيف القضاء، وهذه أخطر مسألة، لأن القضاء كما نعرف في العراق قضاء مسيس وغير عادل وغير نزيه، ولا يمت إلى المنظومات القضائية المتعارف عليها في العالم بأي صلة. طيب أستاذ مصطفى، استخدام الأحزاب وأيضا الميليشيات لموضوع أو مفصل الدستور والقوانين، إلى أي مدى يؤكد عدم نزاهة القضاء في العراق؟ كما قلت، يعني هم يستخدمون القضاء واحد من الأسلحة التي يصفون بها حساباتهم مع مخالفيهم. وهذه مسألة بالغة الخطورة، لأن عملية اضطهاد حرية التعبير في بعض الدول لا تتم بهذه الطريقة. يتم اضطهاد الشخص أو تصفيته أو اختطافه ربما، لكن الآن تجري التصفية وفق منطوق القضاء كما يسمى. وهذه مسألة تلبس ثوب، يعني انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير في العراق تلبس الثوب القضائي والقانوني، وهذا أخطر ما في المسألة. أخطر انتهاكات حقوق الإنسان هي التي تجري أو يجري إلباسها بهذا الشكل وإخراجها على هذا النحو، وهو ما يجري في العراق منذ سنوات عديدة. أستاذ مصطفى، مما تخشى الأحزاب السياسية؟ لماذا تواصل يعني الاتهامات بالعمالة والتجسس لكل من يكتب ضدها أو لكل من يعادي هذه الأحزاب وهذه الحكومة؟ ما السبب في ذلك؟ ليس لديهم إلا إثارة الأزمات وإلا التبعية المطلقة للخارج، وهو المحتل الإيراني هنا بالدرجة الأولى، دون إغفال المحتل الأمريكي طبعا لدى الآخرين. ولكن هم يعني كما قلت يحاولون إثارة الأزمات، لأن ليس لديهم ما يقدمونه لأبناء الشعب العراقي. هذا الشعب ينتظر الكثير، يحتاج إلى مؤسسات رصينة تصون استقلاله وتصون سيادته، تصون سيادة البلد واستقلال البلد، وتصون الحريات لهذا الشعب وتقدم له الخدمات، في حين يجري إغراق البلاد والعباد بهذه الأزمات. صحفي يتكلم هنا، ناشط ينتقد هناك، صورة تخرج من هنا، فيلم يخرج من هناك، كل هذا يجري لإغراق البلاد بدوامة من الأزمات بعيدا عن التصدي للمشاكل الحقيقية التي يعاني منها شعب العراق. لو ناقشنا الموقف الأممي أمام هذا التضييق على حرية التعبير والحريات في العراق وحرية الصحافة بشكل ذات، بشكل يعني لماذا تستمر بعثة الأمم المتحدة دعمها للعملية السياسية رغم كل هذه الانتقادات ضدها؟ لأنها جزء من المشروع الدولي الخطير الذي يستهدف شعب العراق ويجري إلباسه بصورة المشروع، يعني أو الإجراءات الأممية التي تفرضها أو تحاول الأمم المتحدة من خلال بعثتها في العراق أن تحافظ عليها وأن ترعاها
حتى ولو كانت بالضد من يعني مصالح العراقيين. أستاذ مصطفى، على المستوى النقابي لو ناقشنا ذلك، إلى أي مدى بات من الضرورة التحرك دوليا لإيقاف هذه الانتهاكات الممارسة ضد حرية التعبير والصحافة في العراق؟ هذا أمر ضروري في الحقيقة، ولكن للأسف هناك إغفال لكثير من هذه الاختراقات والانتهاكات المتعمدة والمتتالية في العراق. والأدهى والأنكى من ذلك أن بعض المنظمات والنقابات الجماهيرية في العراق كما تسمى للأسف باتت جزء أساسي من المنظومة المتحكمة بالعراق، وهي تبرر لهذه الميليشيات ولما يسمى بالقضاء، وهو ليس قضاء عادلا ونزيها كما قلنا، وهذا معروف ومثبت. باتت هذه المنظمات تحاول أن تتماشى وتبرر لهذه الميليشيات وللقضاء كما يسمى في المؤسسة القضائية كما تسمى في العراق. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لكم.